أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الأمم المتحدة كانت وستبقى تجسيدا للغايات النبيلة التي تلاقت حولها إرادة المجتمع الدولي بهدف إعلاء مبادئ التنسيق المشترك والتفاهم واحترام أحكام القانون الدولي في مواجهة كل ما يهدد السلم والاستقرار العالمي. وشدد سموه على أن العالم يمر في هذه المرحلة الراهنة بأوضاع سياسية واقتصادية وأمنية غير مستقرة، بالإضافة إلى تزايد خطر الإرهاب والمجموعات المتطرفة، وذلك يحتاج إلى تطوير منظومة العمل الجماعي وجعلها أكثر قدرة على ترسيخ أسس نظام دولي آمن ومستقر تشر فيه مختلف الشعوب بالطمأنينة على حاضرها ومستقبلها والأجيال القادمة. وأضاف سموه أن الأمم المتحدة تقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفي مقدمتها مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدولة بما يضمن استقرار العلاقات الدولية. ودعا سموه المجتمع الدولي إلى أن يتخذ خطوات أكثر تقدما في إزالة أسباب التوترات وتخفيف معاناة الشعوب التي تشهد بلدانها حروبا وصراعات، فضلا عن مساعدة هذه الشعوب على أن توجه طاقاتها ومقدراتها نحو التنمية والبناء. وحذر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف يوم غد الاثنين من أن تراجع دور الأمم المتحدة في معالجة الأزمات ووقف نزيف التوترات والحروب التي تعاني منها كثير من المناطق يهدد بتوسيع دائرة الصراعات وتعريض المزيد من البشر لمخاطر القتل والنزوح والهجرة والتشريد الذي سيعاني من تبعاته الجميع. وحث سموه الأسرة الدولية على الاهتمام بوضع الخطط التي تحفظ للدول وللشعوب أمنها واستقرارها، لا سيما في الدول التي تعيش ويلات حروب ونزاعات أزهقت أرواح الآلاف من الضحايا الأبرياء، بدلا من انشغال المجتمع الدولي في الاختلاف حول أمور لن تؤدي إلا إلى تهديد الأمن والسلم العالمي. وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حريصة على الالتزام بقواعد العمل الدولي المشترك القائم على الاحترام المتبادل الذي يزيد من التقارب والتواصل بين الدول والشعوب بما يحقق الأهداف الإنسانية النبيلة للأمم المتحدة. وأضاف سموه أن مملكة البحرين تدعم كل جهد دولي غايته سلام البشرية ورفاهيتها من خلال التركيز على التعاون المشترك الذي يلبي مصالح الشعوب بالشكل الذي يحقق العدالة والتنمية والمستدامة. وأكد سموه أن الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام يكتسب أهمية خاصة لأنه يسلط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 2030 السابعة عشرة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015 والتي تتطلب مزيدا من التركيز بما يضمن تحقيق هذه الأهداف بالشكل المطلوب. وقال سموه يجب أن تكون التنمية هي غاية المجتمع الدولي وهدفه المحوري في السنوات القادمة، إذ لا سلاح بدون تنمية ولا تقدم لأي مجتمع من المجتمعات دون وجود الأمن والاستقرار. ودعا سموه إلى اتخاذ مناسبة يوم الأمم المتحدة كفرصة يجدد المجتمع الدولي من خلالها التزامه بالأهداف السامية التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وأن تتحد إرادة الأسرة الدولية في مساندة جهود المنظمة الدولية في نشر السلام والاستقرار العالمي بدلا من هدر الجهود في صراعات وخلافات لا خير من ورائها.